القادسية شخصية تفرق ملعب، راح أذكرك اليوم بإذن الله. العربوية حاقدين عليك، لا تروح النادي. أنا بيني وبينك ما قمت أطلع من البيت. ليش؟ والله خوف. بعدين واضح أصلاً إنك تساوي في المدرج، ما في لنا لابس مق. قاعد بينهم وتسوي نفسك عرباوي ومعصب، أخر شيء انكشفت؟ وما انكشفت، كشفت. أنا ما انكشفت، أنا كنت معهم، أوكي. حتى المدرب كنت أوجهه. بس عقب كشفت. مو زين دش المنصورية صدق. أنا أصلاً بطلع من الكويت بإذن الله، خلنا نطلع سالم بإذن الله من الكويت، بروح السعودية. وأنا أوعدك إني ما عاد أحضر مباراة.